مسلسل عأمال برمضان 2024، تفاصيل العمل وقنوات العرض. تصنيف العمل درامي اجتماعي رومانسي تشويق وإثارة. يعرض العمل على منصة شاهد وقناة MTV اللبنانية، والمسلسل بيتألف من 30 حلقة. مسلسل عأمال مسلسل اجتماعي في حبكة ما بتخلو من الإثارة والتشويق، حيث أنه بتدور أحداثه من صميم الحياة وبناقش عدة مواضيع جريئة، وبتطبع للمفارقات الدرامية لتحمل الكثير من المفاجآت والصدمات، وبتدور أحداث المسلسل بإطار درامي اجتماعي رومانسي بأسلوب شيق، حيث بتتناول قصة لاعبة البالي يسار اللي عم تواجه مشاعر حب من أكثر من رجل، ومن هون تتوالى الأحداث. مسلسل عأمال هو نص للكاتبة نادين جابر ومن إخراج رامي حنا ومن إنتاج شركة إيجل فيلمز. بنشارك ببطولته كل مين؟ ماجي بوغصن ومهيار خضور وبديع أبو شقرة وإلسا صغيب وعمار شلق وكارول عبود وريان حركة ومارلين نعمان ورنين مطر وغيرهم.